أرتوجه النداء الحمد لله يدغل المجلس، المجلس يدغل الخير دايج مع يمومن يتمدين نبيرغامو يعني دويد داغي التزر الحمد لله مباشرة الوسائل التواصل أن تحمد ربي سبحانه وتعالى الحمد لله داغي الجمع يدغل المجلس، المجلس الخير وخاور جميع الأجساد ولا يني جمع القلوب، جمع القلوب خف طاعتنا ربي سبحانه وتعالى، جمع القلوب خف المحبة، جمع القلوب خف الإيمان، جمع القلوب خف القرآن. نختار يعني الموضوع يدغن تغيمت وهو الأدب مع الله. ما هي الأدب مع الله؟ الأدب يعني التوقير الاحترام، ما إخصان حضو لا فعال النخ لوالي النخ أليسني لي الأدب ربي سبحانه وتعالى. أنت أدب تحترم ربي الدادة غدي خلق سبحانه وتعالى. أشكو الدين النغ الدين الإسلام دين الاحترام يديك ديك الاحترام من ربي عز وجل الدادة غدي خلق يس الاحترام الوالدين ديك الاحترام من النبي صلى الله عليه وسلم ديك الاحترام من الوجار الاحترام من نهر رياسة مطوط الاحترام من نهر الوالدين النسن الاحترام يعني نهر مسلم عموما إلين كلا نوع الأدب أو يعني نهرو مسلم دو الدوري هنا مسلم إيه جارنك مغدي إيه كتساريس كان المصلحة وإني الحصة غير نسوالخ في الأدب يمكن أن تختاري ولي أن تأدب ربي سبحانه وتعالى. أول حاجة يعني ديس بياني زن تأدب نهراتنا غير ربي سبحانه وتعالى هو أن تعباد وحدود أو رأس التعباد أو ديانو شريك أو التعباد القبور الرواضي أو التعباد يعني إيكور كارني زران أو التعباد يسكلا الأشجار أو التعباد الحيوانات أو التعباد الجنون أن تعباد ربي عز وجل. أشلوقني أن تعباد المخلوقات هات نكس الاحترام نكس الأدب نيراغد ربي عز وجل. ربي خلق أغض أفادت نعبد أنت ندوك يا التعباد المخلوقات يضعفنا من الكري مغطي دي يضعفنا غوفنا غاكو الكري. إذن والنار يعبد ربي أشوينا ربي هاي خلق خند أفاد لي تعبدهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أدخلق غدا يدغ العباد الإنس الجن أفاد لي يعبدني واطنو ماشي التعباد نكا بلا ربي سبحانه وتعالى. ثانيا أنت من سوي الدادي الزكز ربي القرآن دو الدادي الزكز ربي خفر الرسول صلى الله عليه وسلم أول نربي وأول النبي الأنظر سنامن أو نتكذب سيوالي ونربي ديوالي النبي صلى الله عليه وسلم أفادني يعني وسويت ديت أدبن الرسول عليه الصلاة والسلام أنا يعني وديت أدبن ربي عز وجل الأولا ثانيا وديت أدبن يعني يقول إلى الأدب الرسول صلى الله عليه وسلم أتي غرنو مين سويت داغدي الزكز ربي عز وجل هات نسخسر الأدب الاحترام نيراغد ربي سبحانه وتعالى. كذلك سي الأدب نيراغد ربي عز وجل أن ردوس القدر نص نسوا الخفيض غل المرض إلا ذيك من الأزمة ذي إلا العالم كل شيء كورونا ذي غل الأمراض إلا الوباء يلا قدر قدرت ربي عز وجل يخسر تني ما غلي يغيروا ربي يا ما غلي ذيك زود غل المرض ما غلي كذا ربي السن أشكر نسار ربي الملك نس الملك ربي وين ربي هي وحدود وريت مشاور ذا وديان هي الملك نس لدي الزوجز الخير لق النيرة الزوجز يعني الشر لق النيرة كل شيء سبحانه وتعالى يوفسنا أي دليل يوفسنا كني هو أذا سنتر أياسي البلاء أذا سنتر أياسي يدغل المصيبة أذا سنتر يعني توجهس القلوب القلوب النغدولة وننق أديرين أول ربي يعني حمدني ربي شكر ناس أرت ترني ربي أياسي يدغل أنت بوكريسي. إذن الأدب مع الله يخصى يرضو بنادم سلقادة ربي يتوجهس الدعاء ربي اللي خلاص يعني البكاء أنا غوري غفاون النغني زير الدنوب الدنسكر ما غالي دي زيك زربيد غالما صائد هاتي لك المشكل غورنا نكوني هات لكلي سكر نكا اللي دي زيك زربيد غالما صائد. فلذلك بلاد مخصات دايما أي تغوص غور ربي أي قاري ربي سبحانه وتعالى أي تيلس ربي وإنه يقول لسكر بلا ربي هاتو ريحتاري بربي شحال يدغي دست يلس ربي ورنك يامن لو خنا يسقولي سكانو ورا مغدكان القبر مغدكان المخلوق يا مني
ايوا هاتوري احترم ربي، هاتوري هاتوري تأدي بربي سبحانه وتعالى. اذا تمام الادب مع ربي عز وجل هو ان تعبد وحدوث وحدوث لا شريك له سبحانه وتعالى. نهي يس العباده، اي دار العباده نرنسكر لقدام ربي يخصها تنهي مزيان. الخشوع اعتزلت مثلا انس الحوايج نزلت، ماشي نسى الحوايج الرياضه ما الحوايج والسخن ما كذا نبدلو قدام ربي. لو خدنا يران دوس كان سيان تمغران هي هي يحرين لنا، لو قلنا يران دوس الجمع عندو غير سيحرين يبين. لا يخصنا قدام ربي عز وجل، اشكون رانا نبدلو قدام الواد انا غادي خلقنا ان هي صيفتنا ان هي حالتنا نوطوطا مزيان نسرد مزيان ان هي حالتنا اشكون رانا نبدلو قدام ربي ملك الملوك سبحانه وتعالى. ان يا خذوا زينتكم عند كل مسجد، كذلك ان بدر النعم من ربي او نتسخط في النعم من ربي سبحانه وتعالى. العباده هذيك سي حاضر الخشوع يحاضر ديكش يعني الاستعداد الى عباده ربي عز وجل. كذلك من المسائل دا يعني سبيان الادب، الادب اللي راه ربي عز وجل ان تعظم الاسم من ربي. لو قلنا بدل ربي عز وجل لين ربنا سبحانه وتعالى عز وجل يعني نعظم الاسم من مولانا نشكر تخف النعم ايضغ النعم عيكا ان يسين كل شيء النعم دا ينعيش يدفين ربي ديانت. انت تدي زيكز اللوق نيره، انت تنتي تسي اللوق نيره، انت يا ربي زيد غير يدغن النعم توفقت نشكر النعم منك تيك تاخسي وي دايا الشاكرين. كذلك من الادب مع الله سي الادب ان ضع الرسول دا غير يوزن يوزن غدا مازال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يزيكز غير في القران ان يا غدا عتات ونات يضعنا تبريد الجنتين وان تطيعه تهتدوا. اذا ينضع الرسول صلى الله عليه وسلم هات راندوس الجنت ان شاء الله، اما ونا يعصن الرسول هات والعياذ بالله لا يتسبب يغفل سيدوش جهنم نسال الله السلامه والعافيه. من 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 ضمن يعني المسائل داسي خصا ان راه البال هي ولي وننخ نرى البال يعني الاحوالنا نرى البال الاقوالنا افدورني سي ويدا وريت تحترم من ربي سبحانه وتعالى او ريت تقال معاصي ودا غير تعصون ربي داي الشراب مغدا يكمي مغدا يتفساد يسول السين زتي تزار ربي هاد داي تحشمي الا بوانس مغد مانس ولكن ورني يحشم لقدام ربي هات اما داي تعتقد سوره التني ربي وإما لا تعتقد السيني ربي وإني وري احترم ربي عز وجل. أمي سنسني يا ربي هي 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 حشم غاك يمدني كل شيء وإني كيوريك حشم. حاشا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا يخصبنا موريس كان المعصية أو ريت تجهرس المعصية. هات لا المعصية. تخا إلي دي غوا داغي تجهر نزارس. وداغ سيسكر نيرز ربي قلبي بال هات غرس غيريات. وإني وداغ سيسكر في الجهر. يعلن تيت هتغور سنات المعاصي المعصية الدنب المعصية الدنب لا يدعنو جهار أشكون بي زي تشكال لي شهر يعني المعصية. كذلك يعني إلساونا إنه يخصن حضو إلساونا إنه غور التيني كان يوليون داهي الله الصخات ما غدلي السهزاء شحاليا دا يتصخ في أولنا ربي دا يتصخ في القرآن ما غدا يتصخ في التميرة ما غدا يتصخ في النية الحجاب ما غدا يتصخ في النية الزلان يعني هات الاستهزاء هات سوء الادب مع ربي سبحانه وتعالى. بغصني كان ين هذاك يسخر بصفتني قباح الله وجهك هذاك يسخر بصفتني لا يخصا ان تادب ربي سبحانه وتعالى. اشكر ربي خلق هذه الصوره احلال يخصا ان تادب. شوف سيدنا ابراهيم عليه السلام اللي غادي تدعو ربي عز وجل انك ربي الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين. انت دي خلقا انت دي تهدون انت دي ستشان انت دي السوان ولو قلناه مرضخ انت دي الجوجوين وريني لو قلناه يسمرض او لا سينسي بالمرض يا ربي ينسي بالمرض يغفر سينا كي لا يسمرض يغفر اريد الزوج ربي الشفاء من باب الادب مع الله سبحانه وتعالى. من المسائل ضيعتان هي ولي ونمد لو قلنا يقلق اما خفيو اسم غدي لي اسم غدي كرياطين ايا غيون ايا سردون ايا هردون كان يوليو هاد غني وين هاد خال اشهود التوصفت يا المخلوق دادي خلق ربي سيات الصفه احلال ارث التوصفت ارث التوصفت يا الصفه وريحلين. اذا يخصا ان تادب ربي سبحانه وتعالى تادب ديت مات غير مسلم
يا يعني الوالي غير تيني مدن بزاف داك تيني والله يخلي الله يخلي الزمان ده اريد تعير الزمان و اسم قص دراك يفلس الزمان دغوري حلي ان الشاعر نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا انك هذا السعيا بالزمان وين العيب هات نكنيه الا هذا الزمان دغراسي هي العيب غير نكني اما الزمان تيخلق يد ربي 24 ساعه تتبرى يمكن داك تبرى بشي زمان سي ما يخلق ربي ادم تقوم ساعه 24 ساعه تدور واني هات مدني يسخن الزمان نسن اذا دوري زريانيني اخا الزمان ان يا ربي عز وجل هاني عاير الزمان تنكينا يعاير اشكون كيخلق الزمان انك ربي يؤذيني بنو ادم دا يتاذى بنادم وانه يتعير الزمان هتنكينا يتعير لا تسبوا الدهر فاني انا الدهر يا يعني نوالي رتيني مدن بزاف داك التيني يا ربي يباون وداك ربي يباون غير يود داغ غور والو تغماس يعني لو قلنا يزرى كان يان غرس كان الحاج شي حلال كان طمو بلي حلال كان طمو تطي حلال يعني كاتور ذاك ربي باون يقرر غير وداغ والو غور تغماس معناه وانا هاتور تيتي ساهل معناه هاتور ترضيس الحكم من ربي هل الحكم من ربي داي كان فلان تاي فلان مغطون بلي حلال فلان هات الحكم انه هات ورزار سيرضي بنا مغدي تعاير يا فنس لو قلنا يري قل مغدلوق انه يغضب مغدلوق انه يقلق ذا يتيني كات يغاكو داي يكسير غايد اتياك ارومي يكسير غاكو يا حاشا بنان ما وريد تنسى بيغفنس يعني سلاد يانياطين هو سماكم المسلمين مغدي سباب بنادم الدين الشباب اللقطة داي تغيب يتين الله ينعى الوالديك الله ينعى الدين امك الله ينعى كذا اريد سباب الدين هال سباب الدين هاد ديش شاب جهنمة هال سباب الدين هات يال الخطرة خطرة يدية اذا بنان يحضوي مينز يحضي ولي والدار يتفغن يعني ولي رتيني مدن بزاف تيني خسر خسر العيد خاطر قدا وقدا 100000 صغير حوليش كذا صغير كذا يرو كنت كذا راه تيني خسر غير العيد كذا وكذا خسر غير الحج كذا وكذا او تيني تخسر يني ربحه يني نفقه اشكون انفاق الذي تعوض ربي عز وجل او تيني تخسر لا تقول خسرته ولكن قل انفقته لو قلنا اذا سوال مثلا التعزيه إيه ذي تعزبنا من ناس هذا كي تغزل العمر هل ود ديز غزيف العمر وغد ود ديز يغزل العمر هو الله تعالى ماشي فلان النار يموت مغد فلان النار يعني خفت سوال أنا سيس غزف العمر أورد تنسب هاي الدي قال وين ربي أتنسب كان المخلوق يعني أين قال وين ربي هات وين ربي سبحانه وتعالى وين ربي سبحانه وتعالى أيديها أرتنيني يسني والي ودي المغاربة هذا كتنيني خذوا صغوية وجيل اتزايد ربي هذا سوء الأدب مع الله تعالى ربي الأمرت للحكمة انت اي طمز للروح للنيرة وقت النيرة انت يتقال بنادم دا وجيل لوقت النيرة انت اي ترزخ لوقت النيرة وريستاري الحكم نساو ديان سبحانه هو تعالى إذا نيد الدرس إن شاء الله تعالى نقول النهاية أنت ترى ربي سبحانه هو تعالى هذا غي سامحي سامحاوني هدو يا غي هدو يكون يوفق كل سبريدنا ربي سبريدنا الرسول صلى الله عليه وسلم سبريد الجنت اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وشفع فينا نبيك وعبادك الصالحين واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وأحزاننا وارفع عنا هذا الوباء وهذه المحنة يا رب العالمين وعن جميع أهل الأرض اللهم وفقنا لما تحب وترضاه اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر لنا وارحمنا واغفر لوالدينا وارحمهم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والشكر موصول لإخواننا في هذا المنتدى وفي هذا اللقاء الطيب إخوان ديالنا يعني في مدينة بيرغامو وجميع إخواننا في بلاد المهجر وإخواننا داخل المغرب وخارجه نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على خير وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.